الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم شهد الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج عيد الدوحة. أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. أداب العيد وماذا ينبغي في يوم العيد مع ضيوف الكرام الشيخ عبد الله بن إبراهيم أستاذ، حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله يا شيخ، الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك. أيضا نرحب بأخوي الشيخ خالد كمال، وحياك الله يا أبو كمال وسعداء وجودك معنا في حلقة العيد. مرحبا فيك وكل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله. أيضا نرحب معاي أخوي الشيخ سعود بن سعد الهاجر، حياك الله يا أبو سعد. حياك يا شيخ أحمد، الله يجزاكم خير وكل عام وأنتم بخير، وفرصة أن نزف كل آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو أمير البلاد مفدى، وإلى أخواننا الشعب القطري الكريم، وإلى كافة الأمة الإسلامية. إن شاء الله يكون عيد جميل على الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. أيضا رحب أخوي خالد صالح، حياك الله أخوي خالد، عيدك مبارك وكل عام بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. وأيضا بدوري نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، وإلى أفراد الشعب القطري الكريم، وإلى الأمة الإسلامية والعربية، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. وأنا أيضا باسمي وباسم برنامج عيد الدوحة أزف أسماء التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أهنيكم بالعيد المبارك الكريم، كل عام وأنتم طيبين، الله يتقبل منكم صيامكم وصلاتكم إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك أهني الشعب القطري كافة، وكل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله معنا مشاهدي الكرام. العيد لا شك بأنه عيد له أداب، له مفهوم، له فضائل. لعل شيخ عبد الله بن إبراهيم السادة يحدثنا أيضا عن هذا العيد السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. وكل عام والشعب القطري في خير. اللهم آمين. العيد وآداب العيد. العيد أصلا يعني سمي عيدا لأنه يعيد في كل عام، سمي عيد لأنه يعود على الأمة الإسلامية في كل عام، فسمي عيد. وأهم آداب العيد هو صلاة العيد، أهم شيء في العيد صلاة العيد، لأن هذا يدل على أن العيد عبادة. يظن بعض الناس أن العيد فرح وناس ويعني وينطلقون عن الأوامر الشرعية، وهذا خطأ. أصل العيد عبادة، العيد عبادة، ليذكروا الله في أيام معدودات، اللي هو عيد الأضحى. فعيد الفطر وعيد الأضحى عبادة، فيبدأ العيد بذكر الله سبحانه وتعالى بصلاة العيد. فأهم يعني سنن، أو قصدي أهم الأمور التي تكون في العيد هي صلاة العيد، والتي قبل طبعا صلاة العيد اللي هي زكاة الفطر. الفطر، فزكاة الفطر هذه عبادة. فأكبر دليل على أن العيد والفرح بالعيد عبادة لله عز وجل، وأنه والعيد شكر يعني لله سبحانه وتعالى، أن أنت قبل صلاة العيد تدفع زكاة الفطر، زكاة عبادة، وبعد الزكاة تصلي صلاة العيد. فتبدأ هذا اليوم المبارك تبدأه بإيش؟ بزكاة وصلاة. فالأصل إذن يعني اللي بوصل أنا حق أخواني المشاهدين بأن العيد عبادة، ليس العيد يعني فرح، قصدي يعني ولا شك انه يوم عيد، يوم فرح الانسان ايضا، قصدي يعني ليس ان انا فرحي بالعيد ينسيني طاعه الله عز وجل. ويعني اخرج بعض الناس يعني خلاص ان انا صمت رمضان، صمت 30 يوم وصليت التراويح وصليت القيام، خلاص العيد انفلت. لا، هذا كلام غير صحيح. بالعكس، الاصل ان الله عز وجل كما هو رب رمضان هو رب العيد. هل هناك شيخ سعود ايضا اداب، ايضا لاداب العيد؟ نعم،
في البداية العيد سبحان الله هي منة من الله سبحانه وتعالى وهدية كأجر وثواب لكل من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم فهني للمسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر الله سبحانه وتعالى وهذه النعمة في يوم العيد. وكما ذكر بعض أهل السلف أن أكبر علامة لقبول الأعمال الصالحات في رمضان هي استمرارها بعد رمضان. فصراحة أنا استغرب من صوام وقوام رمضان خصوصا في يوم العيد، أول ما يفرطون فيه صلاة فجر يوم العيد، نجد المساجد خاوية من المصلين إلا من رحم الله. فمن المحرج فعلا في حق المسلم الذي قام في رمضان أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان. فالأصل أولا أن نستمر في العبادة بعد رمضان. وكما ذكر أخوي الشيخ عبد الله بخصوص العيد، أن نجعل أفراحنا وسعادتنا محكومة بالضوابط الشرعية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وطبقها على أرض الواقع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الدين فيه فسحة، لكن نجعلها في الإطار الشرعي. الشيخ سعود قال كلمة، قال كيف يعني نجعل العيد هذا فرحة أيضا وفرحة لأولادنا وأسرنا يوم العيد. بعض الناس يصلي العيد فعلا، يصلي الفجر يصلي العيد ويرجع وينام. يعني أنا كيف اليوم نسعد عيالنا، نسعد أهلنا أسرنا بالتواصل، كيف يكون؟ طبعا مثل ما تفضلوا الأخوان، بالنسبة يوم العيد هي فرحة للكبير والصغير، وهي بداية طبعا لهيئ تتواصل مع الأقارب وهيئ أطفاله وعياله أن يكونون معاه في صلاة العيد، يصحبهم معاه. وكلنا يعني يعرف حتى النساء نعم سلم كان يخرج النساء ايضا لمصلى العيد، حتى يخرجون لصلاة العيد. نعم الحياض كانوا يجون ايضا وكانوا يحضرون يشهدون هذه الاسماء الصلاة. فهي جمعة يعني فعلا، والحمد لله في المجتمع القطري عندنا يعني جنسيات مختلفة، فتشوفهم في صلاة العيد الاطفال كبار صغار، عقب الخطبة كل من يروح يسلم على الثاني. وما قبل ذلك يا شيخ احمد فرحة العيال اللي يجهزون للعيد الملابس الجديدة، وتكرمون الحذاء الجديد والملابس والغترة والعقال، وكل يعني يحطها الطفل عنده حذاء قبل الله ينام، انه بيقوم الصبح بيسبح كل شيء جاهز. كل شيء جاهز يعني فعلا. كلنا احنا مرينا في يعني المراحل هذه، بس خالد ما مر يقول ما ادري عنا عاد. فالشاهد اللهم صل على سيدنا محمد انه فعلا يعني له طعم العيد للاطفال، طعم خاص باختلاف الزمان والمكان، يعني له طعم خاص. ويعني لمسنا سبحان الله يوم كنا احنا اطفال، الان بحكم عملي مع الاطفال الايتام هذا بعد نلمس حقيقه يعني الاستعداد للعيد وما قبل في شهر رمضان وما قبل شهر رمضان. ويعني فرحه سبحان الله يعني مؤثره جدا بالنسبه للتعامل مع الاطفال الايتام. فتتعاملهم كاطفال طبيعيين، تاخذهم توديهم الخياط، ياخذون يفصلون لهم ملابس قبل العيد بيوم، على طول جاهز حاطين الدش عليهم. مثلا ذي تسال ناقصكم شيء، تبون شيء؟ تقول صفي هاي فانيلتي وهذه ذي ثوبي وهذه غثرتي وهذه عقال، وين قحفيتك؟ قحفيتي خذا فلان. وذي الشاهد انه يعني استعداد للعيد هي فرحه، بيدش اليوم خلاص بيدخل بالثاني عيد. وانا اعتقد يعني لا يجوز الصيام في شهر في يوم العيد يعني. نعم. لا يجوز فيه الصيام. ليش؟ على اساس الناس تفرح وتعزم بعضها بعض، والكبار يصطحبون اطفالهم معاهم. وان شاء الله يعني من خلال الحديث بنذكر بعض العادات اللي كنا مرينا فيها. صحيح. صحيح. والجيل انا يعني ما ادري، ودي ايضا اخوي صالح ابو صالح، ايضا اخوي خالد، ايضا كيف نجعل اجواء العيد دينيا واجتماعيا؟ كيف هذا التكاتف التزاور اللي يكون موجود فيه؟ كيف يكون هذه الصلاه مثل ما كنا في رمضان الجمعات والقبقات والجماعات، ايضا بعد العيد ايضا لهم دور مثل دور رمضان ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في الحقيقه ياتي يوم العيد مكمل لشهر رمضان. احنا خرجنا من رمضان بهذه الجو الإيماني والروحاني، هناك قيم في الحقيقة تتحقق في أيام العيد، قيمة الفرح وفرحة الصائمون بتأدية هذا الصوم، بتأدية الطاعات وبإذن الله قبولها. أيضا هناك قيمة الفرح والبهجة والسرور التي يجب أن ندخلها على ذاتنا على أسرتنا وعلى الآخرين. هناك قيمة التواصل، التسامح، البعد عن المشاحنات والخلافات. يعني يأتي يوم العيد، إذا كان أنا أقول دائما في رمضان، لكن أيضا العيد يأتي ليؤكد ذلك. هو إذا كان قلنا رمضان هو شهر التسامح، إذا كان هناك خلاف بيني وبين أخي أو بين صديق يجب أقضيه، لكن إذا لم يحدث
فيأتي هذا العيد يؤكد أهمية ضرورة هذا التسامح حتى نخلق هذا التواصل بيننا وبين الآخرين. هو صلة الرحم، هو يحقق قيمة صلة الرحم والتواصل الاجتماعي وتحقيق الألفة والمودة بين الأسرة وأيضاً بين الآخرين. في الحقيقة هناك معاني، وأيضاً يأتي ليحقق قيمة الحب. فالحب أيضاً قيمة سامية من أهم القيم اللي الله سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان، وبالتالي هناك مجموعة قيم، فيأتي العيد بمجموع هذه القيم ليحقق هذه الفرحة وهذه المشاعر التي لا تتواجد في أي مناسبة سوى في هذه المناسبات الفضيلة. يأتي يوم العيد بعد يعني روحانية، الإنسان دخل بمشاعر إيجابية وسامية عالية جداً، ويأتي العيد ليكمل هذه الفرحة وليؤكد على حقيقة هذه المشاعر. أخواننا زام الله خير الشيخ سعود الشيخ عبد الله اتكلموا عن أهمية آداب، أن الطاعة يعني أيضاً في يوم العيد هي طاعة. اليوم التواصل طاعة، اليوم التسامح طاعة. بس بعد أخوي أستاذ خالد، يعني أيضاً حتى التواصل اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أخذ منا جزء من التواصل الموجود. يعني أنا والله شيخ سعود ما زرته، لا والله أنا صرت رسالة البارحة وهنيتها بالعيد، فهل هذه الرسالة هي كافية؟ ولا اليوم أنا أتكلم عن خاصة عن الأقارب، يعني عمك خالك الناس اللي أيضاً الناس اللي جيرانك واللي لهم مكانة في حياتك، اللي لهم مجالس موجودة تواصلنا. أنا أقول التواصل الاجتماعي هذا جميل بالوسائل الاتصال جميل، لكن أيضاً ما يقطعنا عن وصلنا بالجسد بالقلب بالروح حتى تكون وهذه ضرورية اليوم. يعني قضية أن أتت هذه نقول التقنيات لتأدية واجب هي جميلة، لكن لا تفي ولا تكفي بتحقيق القيمة الأساسية في التواصل. اليوم جمال العيد بجمعة الأسرة، بجمعة الأهل، بجمعة العائلة كلها، سواء كان الوالدين، الأخوان والأخوات، العمام، العمات، يجب أن يكون هناك هذا التواصل بين الأسرة. إذا كنا إحنا طبعاً للأسف اليوم الزمن هذا والعصر هذا ولد بعض المظاهر نقول الغير يعني إيجابية، وهو الانشغال. الإنسان اليوم منشغل بمهام، بالعمل، اختلاف ساعات العمل، وبالتالي سبب هذه الفجوة الاجتماعية دعنا نقول. لكن هذا لا يعني أن يأتي العيد لنكسر هذه العادات التي يعني اللي أسميها السلبية، اللي يمكن أوجدت نوع من البعد الاجتماعي والتواصل الاجتماعي. أحيانا قد يكون يعني أخوك جنبك، جارك أو ولد عمك جارك، يمكن ما أشوفه أسبوع أسبوعين، فيأتي هذا العيد ليحقق هذا التواصل. يعني من أجمل هذه القيم هذه اللمة، هذه والتواصل اللي من بعد. شيخ عبد الله، احنا ودنا برنامج يعني عملي نعمله اليوم في العيد، مثل ما قال الشيخ سعود، يعني الناس الفجر خلاص انا رمضان خلص، ولان ما في تراويح يكون اخر يوم، زين اذا كان 30 يوم صيام ما يكون تراويح، فايضا نفس الشيء. فنبي برنامج عملي لان احنا كلنا اليوم انه والله الصبح تروح تصلي الفجر ترجع تروح تصلي العيد، برنامج ما هو البرنامج؟ على سبيل المثال شيخ عبد الله، ايش برنامجه اللي يكون يوم العيد عاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طبعا العيد هو افضل، يعني هو العيد اهم عمل في العيد هي الزيارات، وهكذا يعني تعودوا الناس والمسلمين والمجتمع يعني تعودوا على الزيارات. فالافضل ان الواحد بعد ما يصلي العيد يمر على كبار السن قدر الامكان، يعني من عجايز ومن شيبان. اي من عجايز ومن شيبان، نعم، سواء كانوا اقرباء له او ليسوا باقرباء. يعني كبار السن لهم حق، يعني لهم حق، سواء كان يعني كبير في السن يجيلك شيء قصدي او ما يجيلك شيء، قريب يعني او قصدي كبير في السن وانت تعرفه من اهل الحي او من غير اهل الحي، له حق وله واجب، يعني سواء كانت امراه كبيره في السن او يعني او شيخ كبير. وبعدين طبعا تمر على الحقوق الاقرب فالاقرب، اعمامك وخوالك وعماتك وخالاتك، وطبعا يعني الوالده هي الراس. اي نعم، اهم شيء يمر على يعني عيالك بعد شيخ عبد الله، يعني ضروري عيالك معاك. لما هاي احيانا ترى صارت فجوه بيننا وبين اكبر من سنا، بعضهم يودي عياله وياه، لا هذا خطا، معهم بعض القرابه والاصول هذه. وهنا اقول على كل واحد اليوم ياخذ عياله يوديهم ويسلم على، طبعا الاولاد الذكور يعني يفترض انه ما مع الاب، والبنات مع الام. هذا يعني نعم، هو يمر على يعني الريايل والميالس ويكونون وياه يتعرفون على اهلهم وعيال عمهم وعلى اهل على اهل يعني اهل الجيران، ونفس الشيء البنات يتعرفون على
أهلهم نعم. على بنات خالاتهم وبنات عماتهم وكذا. نعم أيضا أخوي خالد سنويا لله الحمد فريق دريمة وأيضا الأيتام اللي موجودين لله الحمد يعني يحظون أيضا بزيارة سمو الأمير بالسلام عليه، وإحنا يعني كل سنة نشوف سبحان الله هذا الأمر اللي الأطفال مع سمو الأمير. هذا العام إن شاء الله بتكون أيضا نفس الشيء. إيش الفرحة اللي أنتم كإدارة تفرحون فيها بجية هذا الأبناء وأن الأمير يداعب هذه الصغار؟ ما هي شعوركم أنتم يعني؟ والله فرصة طبعا نرفع يعني تهاني العيد إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلد المفدى الشيخ تميم وسمو أمير الوالد وسمو الشيخ موزة مؤسس المؤسسة القطر عائلة الأيتام، جزاهم الله خير ما يقصرون. يعني شيخ أحمد أنا هذا يعني دائما أذكره في محافل حتى خالد، لم نرصد أي حاكم من حكام الدول في العالم يوم العيد يستقبل أيتام إلى الآن حسب بحثنا ما وجدنا حقيقة من 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 رؤساء الدول في العالم إن أول يوم عيد سواء عيد مسلمين أو غير مسلمين إن يستقبلون الأطفال فيه لفئات الأيتام ومن في حكمهم. الحمد لله رب العالمين إن يعني في الدوحة عندنا في قطر في اهتمام كبير فئة الأيتام، فما بالك بيوم العيد يعني ختام الأجل الكبير في شهر رمضان يختمونها بزيارة سمو الأمير وما ترتب عليه من آثار نفسية للأطفال. يعني إحنا طبعاً استعداد مثل ما ذكرت لكم ملابس الأشياء هذه الأشياء المادية نجهزها لهم، الأطفال مستعدين اليوم إن بيقابلون سمو الأمير وسمو الشيخة أيضاً تستقبلهم عندها في البيت جزاها الله خير عيالها وأحفادها وكلهم، فيعني لها تأثير إيجابي والله يا جماعة ما تصدقون. يعني أول زيارة كان لنا يعني أول مرة أطفال صغار ويدخلون في القصر يعني أعيان البلد هم يروحون يسلمون عن سمو الأمير والمواطنين وجهانا. لكن لأول مرة يدخلوا أطفال بين هالناس هذيلة، يعني أطفال طبعا ما تقدر تسوي عليهم كنترول اللي يطلع من هني واللي يطلع من هني تتركهم الجو الطفولة كذي يعني حياتهم من الأطفال كذي، فالحمد لله رب العالمين له مردود جدا إيجابي بالنسبة للأطفال الأيتام من في حكمهم في استقبال واهتمامهم. ويعني ما يعني الحمد لله سمو الأمير وسمو الأمير الوالد يقعدون يسألونهم عن مستواهم التعليمي عن أساميهم ويعني الحمد لله فمردودة جدا إيجابي بالنسبة للأطفال. وبعد ذلك عندنا برنامج بعد زيارة سمو الأمير عندنا برنامج آخر تسالي مثل الفروسية ركوب خيل أو بعض الأماكن الثانية وتعشون برع ويكونون خلاص تعبوا مساكين هد حيلهم. وعد بعض احيانا يعني فعلا يؤدون يوم العيد وبنتكلم عن اكثر زياراتهم الاطفال، لكن لا شك ان سمو الامير سمو امير الوالد هو اب ليس اليتامى انما لهالقطر كلهم في وجوده. نسال الله يديم علينا هذه المحبه اللي تربطنا بيننا وبين حكومتنا. ايضا الشيخ سعود ايضا الحكمه من فرحه العيد اليوم العيد ايضا لا شك في جوانب كثيره فيه، لكن فرحتنا فيها هناك حكمه فيها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينه وشافهم يلعبون قال انا ايضا في عيدنا فسحه. وحدث ايضا بعض الناس يقول والله لا ما نطلع عيالنا ما نودي عيالنا، ما علم ان يوم العيد هو يوم فرحه يوم كذا. ايضا الانسان وده يكون لمه الاهل والعيال ان كان في بيت البيت العود نسميه او ممكن الانسان يطلع عياله وهلا حتى يفرح بالعيد. صحيح. في البدايه انا عندي تعليق على الشيخ عبد الله ما شاء الله تبارك الله. التواصل وصله الارحام لن تتحقق في العيد اذا ما زرعناها من رمضان بصراحة. صح. يعني إذا انقطعنا عن صلة أرحامنا في رمضان خصوصا أن الله سبحانه وتعالى صفى القلوب في نصف شعبان في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن، كأن من الحكم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يصفي القلوب. يا ناس خلوا قلوبكم صافية وأقبلوا على رمضان بقلوب مهيئة روحانيا وظاهرا وباطنا إلى العبادة الجليلة وهذا الشهر الضيف الكريم الغالي. ففرصة خصوصا أن العبادات مضاعفة والأجور مضاعفة، فصلة الأرحام أشوفها صراحة تتأكد في رمضان قبل العيد. فلما نتواصل مع جيراننا يعني نطبق العادات اللي موجودة أعطيك أجيب لك فطور وتجيب لي سحور ونتواصل ونتفقد بعض، بعدها في العيد بيكون الأمر يسير لأن البعض قد يصعب على الناس. هيأنا أنفسنا تحصل مجلس جارك عنده سيارات لكن أنت ما فتحت باب بينك وبينه أو فتحت طريق للتواصل، فبالتالي النفس تشعر يعني بحرج أنك تزوره يوم العيد. لكن في رمضان
حتى القلوب سبحان الله يعني مردة الجن والشياطين مصفدة، ففرصة. فمع هذا يعني الأمر وجه نصيحة، أذكر فيها نفسي وأذكر إخواني إن في رمضان يعني إن شاء الله القادم، وأتمنى إن شاء الله إن حصل في رمضان هذا، أكيد إن القلوب يعني كان فيها تسامح، كان فيها يعني ألفة ومحبة، فنحاول أيضا أن هذه العادة تتواصل إن شاء الله حتى بعد رمضان. أعتقد موجودة لله الحمد في بلادنا في رمضان، شفنا الناس ما شاء الله تبارك الله شفنا المساجد بعد الناس تبقى في المسجد موجودة بالسلام والتحية وأيضا زيارات الناس. لكن شكرا الكرام، خلكم قريب لا تروحون بعيد، فاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.